السلام عليكم، وحشتونا. واخباركم ايه؟ واحنا بنعتذر عن التاخير الفتره اللي فاتت. ان شاء الله معانا النهارده بطه بالبرتقال ورز بالخلطه وطبق سلطه خفيف كده، تشكيله يعني عاملينها احنا برضو. ورب المنيو يعجبكم النهارده، واحنا في انتظار اتصالاتكم. معايا هنا بطه، انا طبعا عشان الوقت طبعا البطه تبلتها بشر برتقانه وبصل وبهارات، وطبعا البطه بتكون مغسوله ونظيفه، فبعد ما بتتغسل وتتنضف بتتبل كويس قوي. ولو حابه تبيتيها في التلاجة متبله جاهزه بيتيها، مش حابه يعني من ساعه لساعتين برضو كويس تمام يشتغل. ادي معانا البطه اهي، وعملنا ليها برضو الشوربه، اللي هي المفروض مش شوربه، لان اللي بالبرتقال مش بيحتاج شوربه زي البط التاني، بس طبعا احنا هنا ايه عشان الوقت بتاعنا فبنختصر في الوقت. هي طبعا المفروض كل ما بتحتاج ميه بنزودها لغايه البرتقال ده ما بيكون صوص في الاخر في النهايه. ومعانا رز بالخلطه طبعا هنا، انتي برضو انا حطيت كده هنا كبده، الكيلو الرز ليه ربع كيلو كبده تقريبا. ولو حابه تحطي مع الكبده قوانص كبد وقوانص تمام، مش حابه برضو ايه الخلطه دي في ايد حضرتك اللي انتي عايزاه. هنا انا عندي الحله والزيت، حطيت فيها الزيت وحطيت فيها الكبده، بديها صدمه عشان طبعا الكبده لو ما خدتش صدمه ممكن تتهري مني، فاديتها صدمه. وبنزل عليها بالبصل، بصل مفروم، وبقلب كده. انا بحضر الخلطه بتاعه الرز عشان لما انزل بالرز عليه يبقى ايه، يبقى جاهز. هنا بقى الحلة اللي فيها البطة دي، فيها مكعبات، فيها بهارات مشكلة، فيها فلفل اسمر، فيها ممكن تحطي جزراية بصلاية برضو، ده شيء اختياري اللي انت عايزاه. المقادير معانا بطة وكيلو رز وربع كيلو كبدة وتلات بصلات مفرومين وبهارات وملح ومكعبات، والطبق المخلل طبعا معانا طماطم، معانا خيار، جزر، خضره. وبالنسبه للبط كيلو برتقال علشان تحطي تتبلي البطه وتحطي في الشوربه، يبقى معاكي كيلو برتقال. معانا انا بقى الطبق المخلل بتاعنا، طماطم، خيار، جزر، كوسه، فلفل، ممكن تحطي بتنجان وممكن ما تحطيش، يعني ايه اللي انت عايزه تحطيه في الطبق المخلل ده حطيه. هو يعتبر طبق مخلل سريع، مش المخلل اللي احنا بنخلله في البرطمانات. فبندي الكوسه طبعا بنشوحها كده ايه نص تشويحه عشان طبعا ما تبقاش ناشفه، يعتبر بنحمرها يعني، مع الفلفل، مع قطعت فلفلايه معاها، بنزل عليهم كده بفصين توم بشوحهم عشان لما اخللها تبقى ايه، تبقى مستويه معايا. هنا معانا بقلب الخلطه بتاعه الرز، الكبده بالبصل، وهنزل عليها دلوقتي بالبهارات. التوم انا بحط توم على الرز، بس ايه بحب احط التوم بتاع الرز بحب احطه سليم، اهو سليم، باخد منه النكهه بتاعته، لكن مش هيضايقني في الاكل، بحيث لو انا حابه اشيله في الاكل في الطبق بتاعي بشيله، حابه اسيبه للناس اللي بتحب التوم يعني ايه براحتها. ادي التوم، انا نزلت بالتوم سليم. ادي عود قرفه، قرفه ملفوفه مش مفروم، مش مطحونه. ادي بهارات مشكله، هي المفروض ان هي سبع بهارات، بهارات مشكله. ادي فلفل اسمر، وادي الملح بتاعنا طبعا، وادي زعتر، معلقتين زعتر كده. ايه كده خلاص، انا حطيت البهارات بتاعتي في الرز، بقلبها بديها تقليبه. احنا قلنا طبعا البط بالبرتقال بيختلف عن البط التاني،
عشان مش بي مش بتحطيه في ال مش بت مش بتسويه في ال مش بتحطيه في شوربه زي التاني. هو كل التسويه بتاعته بتعتمد على البرتقان، هو بيفضل بيستوي في البرتقان، كل ما بيحتاج ميه بتديله بتزوديه كل شويه كوبايه ميه، يستوي ويشرب الميه بتاعته لغايه ما البرتقان ده يبقى معايا، يعني يبقى جوسي وبيوصل كده لدرجه الصوص. بقوم حطها في الصينيه بتاعتي والصوص دوت على وشها، هنشوف دلوقتي وندخلها الفرن بتكمل في الاخر. لكن احنا هنا طبعا انا اضطريت ان انا اديها الميه بتاعتها كلها عشان انا مش ايه الوقت طبعا هنا بيحكمنا، فخليني اديها اديتها الميه بتاعتها كلها على بعضها عشان ايه تستوي مع نفسها براحتها، عشان احنا هنكشف عليها مره واحده مش هنفضل كل شويه نزود زي ما هنعمل في البيت. لكن انا بقول لك على طريقه البيت، كل شويه بتديها كوبايه ميه لغايه ما تشرب الميه بتاعتها. هنا معايا بحضرت الكوسه اهي، حمرتها بالفلفل بالثوم، الطبق المخلل السريع اهو معايا، كمان 5 دقايق بس. وزي ما اتفقنا ان هو ايه مش تسويه، هو مجرد بس يدبل علشان في الاكل يبقى ما يبقاش ناشف. بقلب هنا الخلطه بتاعه الرز معايا اهي تمام كده. الله ريحتها جميله، ريحه البهارات تجنن. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الو 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 مين؟ اتفضل. الو 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 معاك، اتفضل. أيوة. حضرتك مين؟ اشرف 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 اتفضل. ماشي. الو اتفضل مع حضرتك، تحت امرك. ايوه شيف اميمه. اتفضل تحت امرك. ازاي؟ الحمد لله، منور الشاشه. ربنا يخليك يا رب، وحشان والله، بقالي كتير ما ظهرتيش. ربنا يخليك، ان شاء الله ان شاء الله نظهر قريب تاني ان شاء الله. ان شاء الله منور الشاشه والله. الله يكرمك. عند حضرتك سؤال؟ انا سؤالنا بس ان انت ربنا يوفقك يا رب دايما. اللهم امين واياك ان شاء الله. اللهم امين، ربنا يخليك. إن شاء الله. ربنا يخليك يا رب ويديك الصحه. شكرا للاتصال. كان في حد قبل كده كان بعت لنا اسئله كتير طبعا، مكرونه بشاميل، وبالنسبه للناس اللي عامله عمليات المراره. انا كده هنا خلاص الطبق السلطه بتاعي خلاص. الناس اللي عامله عمليات المراره برضو كانوا بيسالوا على الاكل بتاع عمليه المراره، وانا وعدتهم ان انزل لهم شويه اكلات ان شاء الله بامر الله، انا مش ناسيه. بس بقول لهم، احب اقول لهم يعني اللي عمل عمليه المراره نفس الاكل بتاع اللي انت يعني نفس يعتبر جدول، نفس الجدول بنمشي عليه. هو عملت العمليه ما عملتش العمليه، انا بحافظ على نفسي من الدهون ومن حاجات كتير قوي ان شاء الله بامر الله، انا مش ناسيه. وهنزل لكم شويه اكلات ان شاء الله لتعب المراره. معانا محمود، اتفضل. الو السلام عليكم. اتفضل. ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ الله يسلمك، اتفضل حبيبي. ثواني بس المدام. نعم المدام، اتفضلي تحت امر حضرتك. لو سمحت كنت عايز اعرف عجينه البيتزا. عجينه البيتزا، حاضر تحت امر حضرتك. حاضر. ليه حضرتك عايز استفسار تاني؟ لا شكرا. شكرا شكرا، ثواني واقول لحضرتك. بننزل هنا بالرز، يا ريت بقى الميه. طب ماشي، هاخد من اللي هنا وخلاص. كات الميه لو سمحت. ننزل بالرز على الخلطه بتاعتنا. معانا هنا بنقلب. بالنسبه اللي ممكن تطبخي بالزبده، ممكن تطبخي بالزيت طبعا اللي حضرتك بتستعمليه في الاكل، ممكن معلقتين زبده وشويه زيت. يعني الحاجات دي بتبقى تبع راحه الانسان. بسم الله الرحمن الرحيم. كفايه رز كده عشان الحله بتاعتنا. ماشي كفايه كده، دول شويه دول.
بزودها شوية زيت عشان الرز بتاعنا يطلع مفلفل. زوده شوية زيت. بص على البطاية هنا شغالة، هي بتستوي كويس. تمام تمام كده. هقلب تاني. معايا الرز كده كويس، ماشي كويس، شغال كويس اهو. تشوحي بقى برضو، ايه ممكن تشوحي شويه كده قبل ما تنزلي عليه بالشوربه او بالميه. ممكن ايه تشوحي كده برضو، يتشوح معاكي شويه. هنا هنيجي لطبق السلطه. احنا طبعا بصينا على البطه وطمننا عليها، هنيجي هنا لطبق السلطه بتاعنا. انا عندي هنا خلطه فلفل مهروس، يعتبر زي الهريسه، بس ده طبعا مش حر عشان ممكن في ناس ما بتاكلش الحر. فده فلفل عادي مهروس، عليه واخد بهاراته وملحه. يعني دي خلطه ممكن تقدري تعمليها وتسيبيها عند حضرتك في الثلاجه تبقى جاهزه. احتاجتي تخللي بتاخدي معلقه وبتعملي، احتاجتي عملتي خلطه محشي بتاخدي معلقه منها وتحطيها على خلطه المحشي، بتبقى جاهزه بتريحك. بتفتحي على طول العلبه او البرطمان او اللي حضرتك هتشيلها فيها وتاخدي منها وتشتغلي على طول. بتعتبر دي خلطه اساسيه، يعني في اساسيات في الثلاجه بنشتغل منها، دي تعتبر من الاساسيات. بتاخدي المعلقه، حابه تزودي فلفله خضراء، حابه تزودي اي حاجه، طبعا ليمون، احنا هنزود هنا عندنا ليمون، وطبعا الفلفل انا حطيته مع الكوسه، يعني عندنا فلفل اخضر. لو ما كانش عندي ده انا كنت هفرم فلفل اخضر عليها عشان تبقى ايه، عشان اللون الالوانات بس. هنا عصرت ليمون. تمام كده، زودنا الليمون بتاعنا. نقلب الرز، نقلب الرز بتاعنا. ممكن ما تشوحيهوش، تسقيه تديله على طول، وممكن تـ 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 يعني تشوحيه، ده اختياري برضو. انا بقى هنا هاخد ايه بقى، انا هاخد ميه وهاخد من الشوربه بتاعت البط، هديها يعني شويه صغيره بس بحيث تديها نكهه، تبقى ايه يعني زي معادله كده، يعني مش الطعم كله، انا بس بطعم بس، مش هسقي كله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. مش كتير طبعا زي ما احنا اتفقنا، مش كتير. وطبعا برضو البطة مش محتاجة الشوربة دي كلها. طبعا هنا انا ايه بزود المية اهي. يبقى انا كده حطيت مية واخدت من نفس الطعم بتاع البطة اللي هو طعم البرتقال. هو الرز بالخلطة، بس انا حابة اديله نكهة من البرتقال برضو بتاع البطة. ولو احتاجنا، لو لقيتي الرز بتاعك محتاج زودي شويه تاني. احنا كده تمام قوي، هنقفل عليه اهو. ولو لقينا نفسنا محتاجين تاني شويه هنزوده. والبطه غطي عليها بسرعه عشان الوقت، لان انا هطلعها وايه وادخلها الفرن دلوقتي. طيب احنا هنا نيجي عند طبق المخلل. طبق المخلل بتاعنا هو طبعا احنا قلنا عليه البهارات، عليه الملح، شويه فلفل اسود، من نفس البهارات اللي انا بشتغل منها. او مش معنى ان انا بحب البهارات او انا الشغل محتاج بهارات كتير وانا ما عنديش، انا هقف، لا مش هقف طبعا،
انا ممكن اشتغل بشويه فلفل اسود بشويه كمون يمشولي الاكل بتاعي، لكن طبعا في اكلات بتحتاج بهارات كتير وكل حاجه، بس انا ممكن امشي حالي. معلش احنا هنزود هنا برتقان عشان لقيتها محتاجه برتقان هنا، لان زي ما احنا قلنا يا جماعه الاكله دي بتعتمد على البرتقان. كده ده في النهايه بيبقى في الاخر كده صوص جميل هيعجبك ان شاء الله. تمام كده نيجي عند طبق السلطه بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده قلبت الخلطه بتاعتي اهيت، وطبعا انا كنت هزود شويه زيت، بس انا مش هزود شويه زيت ليه؟ لان انا عندي هنا معلقتين زيت شوحت فيهم الكوسه بالفلفل اتشوحوا وفيهم الزيت بتاعهم، فمش هحتاج زيت هنا. هو الزيت بمجرد بيبقى ايه لللمعه بس، التلميع مش اكتر، مش انا محتاجه زيت اصلا في المخلل، بس هو عشان التلميع بس. معايا برضو كرنب اهو. انا بقول لحضرتك الطبق المخلل ده تقدري تحطي فيه كل اللي انت عايزه تحطيه، عايزه تحطي جرجير، خضار، بقدونس، اي حاجه. ده طبق مخلل مشكل ومليان عناصر غذائيه وممكن يمشي جنب اي حاجه، يعني تعتمدي عليه ان هو وجبه غذائيه كامله. يعني معانا اتصال، اتفضلي سميره. الو الو اتفضلي يا استاذه سميره اتفضلي. الو تحت امرك اتفضلي. السلام عليكم. مع حضرتك. عليكم السلام. الو ايوه يا شيف اميه. ازيك يا ست الكل؟ الله يسلمك. عامله ايه؟ سمحت انا عايزه اطلب منك طلب، طلبنا منك الفطير باللحمه المفرومه. حاضر تحت امرك. معلش والله انا اسفه. حاضر تحت امركم. حاضر. عامله ايه يا ست الكل؟ الو الو. شكرا على الاتصال. ماما اللي كانت بتتصل. حاولي تتصلي تاني يا ماما. حاضر من عينيا تحت امرك. وحاضر حاضر. ربنا يديكي طول العمر يا رب يا ست الكل. هنقلب الرز بتاعنا. تمام كده. هنا بقى قلبت الخلطه بتاعتي. ادي بقى فلفل اخضر وفلفله برضو حاره ديت مقطعاها قطع كبيره عشان لو ما حدش بيحب الحر يستبعدها، لكن لو مفروم طبعا ايه كان هيتلخبط في الاكل، لكن هو مجرد نكهه بسيطه متاخده منه، وهي الفلفله نفسها ايه سليمه اهي. انا مقطعاها قطع كبيره، وحتى في السلطه برضو اللي ما بيحبش الفلفل الحر برضو بتتقطع الفلفله قطع كبيره علشان اللي مش عايزها يستبعدها من طبق السلطه. ادي معايا هنا هو فلفل رومي اهو، انا قطعته حلقات طرنشات، ومعايا الفلفله الحاره برضو قطعتها هي مقطعاها قطع كبيره اهي، ومعايا كرنب اهو برضو. معايا كرنب، لو ما فيش كرنب ملوش لازمه. معايا خيار. معايا جزر. كل ده بتخليليه يعني وقت ما انت بتعملي الاكل بتخليليه طبق مخلل صابح وبتاكليه مع الاكل صابح. معايا هنا بقى انا ايه اللي ما قلتش لكم عليه، البصل ده انا اخدته قطعته طبعا ايه بترموه، انتوا بتقطعوه بترموه، اللي هو الشرشوبه دي اللي هي الورق بتاع البصل، الورق بتاع البصل ده الناس طبعا بتقطعه بترميه ومش عارفين فيه الفوائد، ده اصلا فيها فوائد ايه، ده سكر، ضغط، كل فيه فوائد الدنيا. فانا قطعت الورق دوت وهضيفه على السلطه مع بقدونس ومع جرجير برضو، وكمان انا هاخد برضو منه وجرنش الاكل برضو، يعني انا هستعمله في حاجات كتير. وادي الخلطة بتاعتي
عليها برضو، عليها شوية خل برضو، عليها شوية خل. قلت لهم هاتوا لي معلقة، ما حدش جاب. غير الجوانتي ده عشان محدش يقول ما بيغيروش الجوانتيات. ممكن نستسمحكم في معلقة ممكن. معانا الأستاذة هند، اتفضلي. اتفضلي مع حضرتك، تحت امرك. ازيك يا شيف؟ الله يسلمك، اتفضلي. بص يا شيف معلش، بس انا عايزه اعرف طريقه القرنبيط عشان بعمله بيبقى طري خالص. حاضر، تحت امرك، من عينيا. حاضر، بيبقى طري. حطي له معلقه نشا في الخلطه. طب انا سمعت ان هو بيتحط له نشا. معلقه نشا في الخلطه مع الدقيق، وتقدري زي ما بتحمري البطاطس تقدري تحمريه على مرتين. معايا؟ تمام. تقدري تحمريه على يعني على مرحلتين، ومعلقه نشا في الخلطه، معلقه نشا في الخلطه ونص ليمونه، هيطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. تمام. تحت امر حضرتك، شكرا لاتصالك. معلقة. طيب اتكلم واقول معلقة. ماشي، يبقى علشان لو حد لسه فاتح القناة ما شفناش من الاول، احنا معانا بطة بالبرتقال، معانا رز بالخلطة، معانا طبق مخلل جميل هيفتح نفسكم على الاكل، هيخليكم تاكلوا الاكل على طول، يعني ما تفضلوش تقولوا عايزين حاجة تفتح نفسنا. معانا الرز بنقلبه اهو، الرز بتاعنا برضو مش محتاج حاجة تاني، هو بس ايه بيشرب بس. نبص كمان مرة على البطة، ما شاء الله كده احنا خلاص دخلنا ايه. انا ممكن اختبرها ازاي بقى، انا ممكن اجيب خلة واختبرها عشان اشوفها التسوية بتاعتها بقت ايه. معايا اهي الخله اهي، اختبر التسويه اشوف استوت. كده استوت ماشي، الخله نزلت بسهوله بمنتهى السهوله في لحم البطه. تمام، لو هي عصلجت شويه بتبقى لسه محتاجه، بيبان لي هي نص تسويه ربع تسويه بيبان لي. انا كده خلاص في مرحله ان انا ادخلها الفرن على طول، بس بقى طبعا الشوربه دي هتتساب علشان زي ما قلت لحضراتكم من كتر الغليان بتعمل صوص في النهايه، صوص البرتقال بيديني لون البرتقال، وصوص جميل كده ممكن تستعمليه كمان، يعني لو فايض عندك ممكن تشيليه كمان في التلاجة وتستعمليه مع اي حاجه تانيه، اكل كتير برضو تحطيه جنب الاكل، احنا بنحتاج سلطات وحاجات كتير، ممكن تطعمي بيه سلطه، ممكن تطعمي بيه اكل كتير. مثلا يعني بابا غنوج مثلا، الناس بتعمل بابا غنوج، انا كنت هجيب لكم معايا والله بس ايه انا نسيت معلش. بابا غنوج معروف بيتعمل بتنجان والخلطه بتاعته خلاص، انا عامله البابا غنوج، عامله حط عليه حمص شام سلقاه وفرماه في الخلاط او في الطحانه المطحنه، عليه لبن، عليه زبادي، عليه طحينه، عليه الخلطه بتاعته الفلفل، وبابا غنوج بس يعتبر ميكس، ميكس فيه برضو عناصر غذائيه كتير جدا، يعني يعتبر وجبه كامله برضو. الاطباق البسيطه دي بتبقى فيها عناصر كتير، يعني احنا مش بنستسهل بيها ان هي مقبلات او جنب الاكل، لا دي بتبقى ممكن تكون اقوى من الطبق الرئيسي في العناصر الغذائيه بتاعتها. احنا كده عايزين هنطلع البطه، هنقلب السلطه الاول. هنقلب السلطه بتاعتنا الاول، بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن لو حابه تزودي شويه ميه
ممكن مش حابه. معانا مي، اتفضلي يا مي. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي تحت امرك. ازي حضرتك يا شيخ اميه؟ الله يسلمك، اتفضلي تحت امرك. الامر لا يا حبيبتي، احنا قلنا بس نصبح على الامر الجميل ده بس مش اكتر. يا حبيبه قلبي ما نحرمش منك يا رب. وعشتينا والله جدا، ايه الغيبه دي؟ معلش احنا اسفين يا جماعه. والله احنا مش قادرين نبعد عنكم والله، بس هنعمل ايه؟ التاخير ده كله يعني. معلش خلاص احنا اسفين، معلش. حبيبه قلبي وماشي يا روح قلبي. مش نورتي حبيبه قلبي. الله يكرمك يا حبيبتي، عندك اي سؤال؟ ميرسي يا حبيبه قلبي، انا بس حبيت بس اسمع صوتك كده وحبيت ان انا ارسلك واكلمك. يا رب يا رب ما نحرمش منك ابدا العمر كله يا رب. حبيبتي تحت ربنا يديك الصحه. تحت امرك يا حبيبتي، اللهم امين واياك ان شاء الله، اللهم امين. شكرا لاتصالك الاستاذه مي. كده خلاص احنا قلبنا السلطه بتاعتنا. هنسكت؟ لا مش هنسكت، هنغرفها بقى طبعا. عليها ليمون وخل وملح وبهارات دي في الخلطه. احنا قلنا بقى المكونات طبعا، ايه حضرتك تحطي بقى اللي انت عايزاه. المكونات معانا جزر، معانا خيار، معانا كرنب، كوسه، فلفل، برضو حابه تحمري بتنجان، تقلي بتنجان، تقطعيه شرايح وتقليه وتحطيه برضو في الخلطه دي، هيبقى تحفه. معاكي الطبق اهو، انت بقى ايه ابدعي يعني، اللي انت عايزاه حطي اللي انت عايزاه فيه، محدش هيجبرك على حاجه، ولا انت حد ولا حد يعني اجبرك ان انت ايه متمسكه بحاجه معينه. هنقلب الرز بتاعنا. نقلب الرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش محتاج حاجه خالص ما شاء الله، وريحته جميله بقى، ريحته تجنن، نفسي تشموا الريحه معايا. دي طريقة برضو، وطريقة تانية ممكن الرز نطبخ الرز من غير الكبدة، نعمل الكبدة لوحدها، الكبد والقوانص، الكبدة اللي حضرتك تعمليه لوحدها، وبعد ما اغرف الرز ازين الطبق بيها كده على ايه على وش الطبق. دي ممكن طريقة تانية برضو يعني. الاكل طبعا بقى فيه طرق كتير جدا يعني، طبق واحد وليه 20 طريقة. طيب احنا هنا الصينيه بقى، معلش يا ريت عشان ندخل البطه الفرن. نطلع فاصل وراجعين لكم ان شاء الله. ماشي، ورجعنا لكم. غرفنا في الفصل الاعلاني، غرفنا الرز وغرنشناه، اهوت معانا طبق الرز والبطه طلعناها وحطيناها في الفرن، وشغالين في طبق السلطه اهوت الجميل. الطبق السلطه ده والله انا يعني اكيد انتوا هتسيبوا الاكل وتاكلوه اكيد. طبق المعلقه، الشرايح الطماطم دي برضو باخد من الخلطه اللي انا عاملاها اهي، باخد من الخلطه اهيت، وكل اتنين كده على بعضيهم. وادي طبعا الكوسه اهيت، وادي معانا الجزر، وادي الخيار. تمام، ادي كده اهو طبق السلطه بتاعنا. جربوه صدقوني هيعجبكم، تشكيلة هايلة، تشكيلة هايلة، ومش شرط حاجات مكلفة يعني، كلها حاجات بسيطة. احنا بقى سايبين طبعا الشوربة بتاعت البط عشان هي المفروض ما تبقى الشوربة، واحنا اتفقنا ان هي هتبقى صوص بيتحط على وش البط، فاحنا سايبينها عشان ايه تمسك شويه ما تبقاش سايله.
ادي كده طبق السلطة بتاعي، تمام. قلنا طبق السلطة بتاعي خيار، جزر، كوسة، كوسة مشوحة، متشوحة بالفلفل، تمام. طماطم، بقدونس، الورق بتاع البصل الأخضر، تمام. طبعا الخلطة احنا قلنا اتكلمنا فيها، فلفل أحمر مهروس مع خل مع ليمون مع بهارات مع ملح، ودي اتفقنا ان الخلطة دي هتبقى موجودة عند حضرتك في التلاجة تشتغلي منها في كل الأكل. ادي الكوسة اهي والجزر والخيار والطماطم، معانا الطبق بتاعنا. تمام. حاضر. هنبص على البطة. هي طبعا البطة استوت مش محتاجة غير لون بس، لكن هي طبعا استوت لان هي برضو صغيرة في السن مش كبيرة، فعشان كده علشان كده هي مش هتاخد تسوية كتير، يعني مش هتاخد حاجة في الفرن اقصد، يعني هي مجرد بس اللون الوش بس. بس احنا حبينا يعني عشان نعرف حضراتكم، احنا كنا ممكن نعملها ونجيبها جاهزة بس ما ينفعش، احنا قلنا الخطوات كلها تتعمل قدامكم، دي اهم حاجة. التسوية بقى مش مشكلة، يعني معروفة التسوية طبعا. خلاص كده احنا مش عندنا، مش ناقص غير البطة بس، هي هتاخد لون بس. جرنشي برضو طبق السلطة بتاعك كده. الحاجات الجرنش والحاجات البسيطة اللي بتبقى في المطاعم، والطبق بيجي مش عارفة ايه وبصل ايه بكام يعني، وكلها حاجات بسيطة، كلها حاجات بسيطة في الاول وفي الاخر. وايه هتلاقي طماطماية، برتقانايه، طبعا الشوربة انا قلت لكم البطاية ان احنا بشرين برتقان مع البصل ومتبلينها بيها، تدعكيها كويس بالبهارات وبالملح، شوية زيت. شوية الزيت ليه بقى؟ عشان تشرب الجلد، يشرب من التتبيلة ده. والبطة نية بتبلها كويس تمام جدا، واسيبها في ابيتها في التلاجة. الحلة بقى اللي احنا نحطها فيها طبعا بصلاية، جزراية، عودين كرفس، مفيش خلاص مش مشكلة. بتغلي بحط البطة فيها، شوية مية صغيرة مع عصير البرتقال. كل ما تشرب كل ما اديها كوباية مية، كل ما تشرب اديها كوباية مية. ما بملاش الحلة مية، انا هنا عاملة كده عشان احنا الوقت بتاعنا، لكن في البيت حضرتك هتديها كل ما تشرب تديها كوباية مية، كل ما تشرب تديها كوباية مية. بعد ما تشرب المية والحل العصير الشوربة اللي في الحلة تبقى جوسي زي العصير كده، هتقومي شايلاها ومدخله صب عليها الصوص اللي في الحله ده ومدخلاها الفرن، هتاخد لون بس. هي كده استوت معانا خلاص بس. وطبعا بقى البهارات، بهارات مشكله، فلفل اسمر، شويه كمون، يعني دي مش محتاجه حاجه، يعني ما عنديش بهارات، بشتغل بشويه فلفل اسود، بيعملوا لي اكل كتير وبيمشوا لي الدنيا، بيعملوا لي اصناف كتير، يعني انا ممكن اعمل اصناف كتير بشويه فلفل اسود وشويه كمون، مش محتاجه بهارات كتير. لكن انا طبعا عشان انا قلت لكم قبل كده ان انا عاشقه للبهارات، فانا بصراحه بعمل بهارات كتير، بستخدم بهارات كتير. انا بصيت مره، هنشوف نبص البطه تاني شويه. طب احنا معانا وقت قد ايه؟ طيب ماشي. طب هي اولى بيهم حرام يعني ولا ايه؟ ولا نطلعها اتنين بس؟ متأكدين ان انتوا ما خدتوش حاجة من الوقت بتاعي؟ ماشي خلاص، هطلع وامري لله. اعمل ايه بس؟
تمام. اه طيب ماشي، اقول لها على الطريقة. ماشي. بالنسبة للمتصلة اللي طلبت طريقة البيتزا، انت حضرتك هتجيبي كيلو دقيق، معلقتين زيت، ولو زيت زيتون يبقى احسن، معلقة سكر، معلقة ملح، قطعة خميرة بيرة، تقريبا قد يعني تقريبا كده قد علبة الكبريت ممكن نقول، وبتدوبيهم كلهم في بعضهم، وبتقومي بشوية مية، مية دافية فاترة يعني، ولا سخنة ولا باردة، بتنزلي عليهم بالدقيق، بتعجنيها العجينة وتغطي عليها لغاية ما تخمر، وبعد ما تخمر بتغطيها طبعا عشان وشها ما ينشفش، وبعد ما تخمر بتكشفيها وتقطعيها. الكيلو الدقيق انا بقطعه اربع، بيجوا اربع قطع، اربع كور يعني، اربع بيتزات، وتقطعيها وتفرديها. بتكوني مجهزه الحشوه بتاعتها، لحمه معصجه، شاورما، تونه، الخلطه دي طبعا حضرتك اللي بتحدديها. ايا كان بقى الحشوه بتاعتك دي، هتحشي العجينه، هتفردي الكوره كده وتحطي العجينه، وتقومي لمها تاني عليها من الجناب، وتقومي فرداها بالراحه كده، وتقومي بقى في تكوني عامله صلصه طماطم زي صلصه الطماطم العاديه. هي اصلا صلصه الطماطم بتاعت البيتزا بتبقى الطماطم مقشره، مش بتتعمل بقشرها، بس مش مشكله، الحاجات البسيطه ديت عادي انت ممكن تمشي حالك. بتعملي صلصه الطماطم كانك هتعملي، هتطبخي كفته، كانك هتطبخي بطاطس. هو على العموم البيتزا اصلا هي المفروض مستحب مش بصلصه، بس انا مش عارفه الناس بتعملها بصلصه ليه اصلا. يعني البيتزا اصلا اكل ايطالي، ومش عجينه بجبن، ويعني مكونات ملهاش علاقه بالصلصه خالص، بس طبعا احنا هنا خلاص اعتدنا ان احنا نعملها بالصلصه وبقى شيء عادي. دي طبعا الشوربه، لسه طبعا دي نطلع البطه، متاكد من الكلام ده؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ده انت عارف هي مش محتاجه غير بس 10 دقايق يعني ايه. والله دي بس يعني ما ينفعش نستلف حاجه منكم، ده دول كانوا هيخلوها يعني. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش هينفع خالص، بس ايه، يلا مش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. مش هقول لكم بقى طبعا لما بتاخد الوش بتاعها في الفرن لونها بيبقى تحفه، والله لونها بيبقى تحفه فعلا، بس معلش بقى حكم القوي على الضعيف، الله يسامحكم. اعمل ايه. طبعا برضو احنا ايه النهارده مهتمين بالبصل، عشان الجماعه بتوع السكر الضغط. البصل ده والله يا جماعه مفيد جدا جدا جدا، ومفيد في الاكل، بس اكتر من الاكل يكون ني مش مستوي. هنعيد بقى احنا طبعا اللي اتعمل. حاضر، معانا بقى النهارده احنا عملنا بطايه بالبرتقال، بط بالبرتقال، ورز بالخلطه، وطبق سلطه بيتي، طبق مخلل بيتي سريع، مش مخلل من اللي بيقعد في البرطمان بالشهور، لا ده سريع يعني، ممكن تعمليه في الفطار، ممكن تعمليه في وانت هتتعشي مثلا. طيب ماشي، احنا ايه كده خلاص، يا رب يكون اكلاتنا عجبتكم النهارده، واي وصفه اي سؤال يا ريت تتصلوا علينا، واحنا تحت امركم ان شاء الله. اشوفكم في حلقة تانية، مع السلامة، سلام عليكم.